خلينا نكون صريحين مع بعض ونحكي الدغري من دون لف ودوران، من دون كلمات كبيرة ولا أوهام. خلينا نشوف الأمور على حقيقتها عشان نقدر نغيرها أصلا. السياسي فعل مش كلام. وظيفتي كسياسي مش أوصف الواقع، وظيفتي أغيره. دوري في البرلمان واضح، أخدم مجتمعي وأحسن حياته. لازم نكون واقعيين مع الناس ومنطقيين بتحديد أهدافنا، نشوف المحل بعيد، الهدف اللي بدنا نوصل إله، ونبدأ نمشي باتجاهه بمسار خطوة خطوة. مشاكلنا وقضايانا ما صارت بين يوم وليلة، والتغيير اللي بدنا إياه مش رح يصير مرة واحدة، لكن مسيرة التغيير بدأت والتغيير عم بيصير. بكل مسار في مطبات، عشان هيك بكل خطوة بنمشيها لازم ننتبه من المطبات ومن الناس اللي بدهن إيانا نكون خارج اللعبة. لازم نستمر ونكمل المسار، وبكل خطوة منكون أقرب للهدف، بكل خطوة منكون أقرب للتأثير، بكل خطوة منكون أقرب لحل أزمة من أزمات مجتمعنا، بكل خطوة منكون أقرب للأمل.